نبدأ معكم الآن مشاهدينا بجولاتنا وتغطياتنا لليوم. زار زميلنا فهد المسبحي منطقة الصين، وهي إحدى المناطق المتواجدة في بوليفار دوورد. أعد لنا هذا التقرير، نتابعه. الصين بسورها العظيم وبكل تفاصيلها التاريخية تجدها في الرياض. منطقة الصين هي إحدى المناطق المتواجدة في بوليفار دوورد، تساهم بنقل الثقافة والحضارة الصينية من خلال المطاعم والتصاميم المعمارية المتنوعة. والله صراحة أول حاجة يشدك المباني وتشدك الاحترافية في الديتيلز، الأشياء اللي عاملينها يعني. الناس اللي شغالين هنا جدا لطيفين، الحرف اليدوية الموجودة، السوفينيرز اللي موجودة، يعني كل شيء صراحة جميل يعني. حقيقة الأمر احنا من سلطنة عمان بأمانة يعني اللي شاهدناه في القرية الصينية هي قرية متكاملة، جزء مصغر من الصين، فيها جميع الأشياء الجميلة وترمز عن الصين، عن المنتجات، عن الحياة، عن الأشياء الجميلة الصينية. فبأمانة استمتعنا استمتاع جميل جدا، ونتمنى لكم التوفيق والله يسعدكم إن شاء الله. والله احنا صراحة متفاجئين ان حضرنا من يعني الواقع او المكان يعطيك طابع انك انت في الصين فعلا، ما كانك في السعودية في الرياض. تقدم المنطقة الثقافة الصينية من خلال العروض المتعددة، ويوجد العديد من المجسمات التي تعكس وتنقل تاريخ وحضارة بكين، وتحظى بإقبال كبير من الزائرين والسياح. استهوتهم الألوان الحمراء ممتزجة مع موسيقى صينية شعبية هادية. لقناة السعودية فهد مسبحي، الرياض.